نعم مشعل، بالفعل هناك جدول تم تخصيصه وعدد من الملفات التي سوف تبحث خلال هذه الزيارة. أول هذه الملفات الحرب على الإرهاب وتمويله من الجانب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة هذه الآفة وكذلك مصادر التمويل لهذه الآفة. أيضا الملف سوف يبحث في هذه الزيارة الملف الإيراني والمباحثات التي جرت خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني. أيضا من ضمن الملفات التي سوف تبحث خلال الزيارة موضوع الأزمة بين لبنان ودول الخليج، والتي على إثر هذه الأزمة تم سحب سفراء دول الخليج من لبنان، وكذلك طلب المغادرة من سفراء لبنان داخل دول الخليج. ستبحث هذه الأزمة في هذه الزيارة. كذلك هناك عدد من الملفات الاقتصادية التي سوف تبحث في الزيارة، خصوصا أن هناك عدد من رؤساء الشركات الذين يرافقون الرئيس الفرنسي. يوم أمس كان هناك اجتماعات بين وزير الاستثمار السعودي ووزير التجارة الخارجية الفرنسي في جدة. سوف تبحث هذه الزيارة عدد من الملفات الاقتصادية بالإضافة إلى الملفات السياسية، وكذلك فرنسا تعتبر أن السعودية أحد اللاعبين الرئيسيين والمحركين في الملفات الدولية، ولابد من التعاون في لحلحلة الأزمات. أيضا سوف تبحث الزيارة عدم بحث التوترات في المنطقة وخفض هذه التوترات، خصوصا مواضيع الإرهاب والهجرات الغير الشرعية، وعدم ولادة أزمات جديدة وتوترات جديدة داخل المنطقة. نعم مشيلا. علي الشريف مراسلنا من الرياض، شكرا لك.